حامل اللقب. الكلام اللي انا بقوله ده ارقام، يعني انا بقول ارقام، بالعكس انا مش عايز، ما بقللش ولا حاجه، لكن بقول ارقام. لازم نقف عند الارقام ونشوف ايه مشكله نادي الزمالك في الفتره الحاليه. الزمالك لعب 4 ماتشات في سنه 2023 في ال 16 يوم اللي فاتوا، خسر مباراه وتعادل 3 ماتشات وما كسبش ولا ماتش. اخر 4 ماتشات 3 في الدوري، الخساره من اسوان والتعادل مع الداخليه وخساره النهارده في بطوله الكاس، تعادل مع الاتحاد السكندري في الماتش اللي فات في الدوري، يعني الزمالك اتغلب من اسوان يوم 2 يناير 2-1 في اسوان، وتعادل مع الداخليه 1-1 يوم 5 يناير، وتعادل بصعوبه وكان خسران لغايه الدقيقه 95 ومحمد عبد الغني تعادل بضربه راسيه، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0-0 لسه من 4 5 ايام يوم 11 يناير، والنهارده اتعادل مع بيراميدز وخسر بضربات الترجيح. الزمالك لم يفوز باي مباراه في 2023 او خلال 16 يوم، وده يعتبر رقم مش حلو لنادي الزمالك، ان انت فريق بطل حامل لقب دوري حامل لقب كاس بتخش في السنه الجديده بدون، يعني عايز اقول ايه، فريق زي الزمالك فريق كبير، كتير قوي ان انت تقعد 4 ماتشات ورا بعض ما تكسبش، خصوصا ان الزمالك اعلى من نادي اسوان كامكانيات وككل حاجه، اعلى من نادي الداخليه كامكانيات وككل حاجه، اعلى من نادي الاتحاد السكندري كامكانيات وكل حاجه. النهارده ممكن نقول بيراميدز فرقه كبيره برضه بتواجه الزمالك، لكن النهارده الزمالك المباراه سهلت له بعد طرد علي جبر وبعد احراز حسام عبد المجيد، لما بتجيب جون وتطرد لعيب من الفرق اللي قدامك فبتبقى سهله جدا بالنسبه لك، او بتبقى المباراه سهلت. فهنا بقى دور المدير الفني اللي يقدر يشتغل على النقص العددي في نادي بيراميدز، يقدر يخلي فرقته تفرق. ما انت النقص العددي ده يعني انت متفوق على الفريق اللي قدامك بالعدد، انت بتلعب ب 11 لعيب واللي قدامك بيلعب بيراميدز بيلعب ب 10 لاعبين، انت كسبان 1-0 وانت اللي المفروض تركب الجيم بلغه الكوره، حصل العكس، حصل العكس، فدي مشكله كبيره جدا. فطبعا حتى الارقام يعني بعيدا عن الفوز والخساره والتعادل، الزمالك في 4 ماتشات جايب 3 اجوان بس وداخل فيه 4 اهداف. ال3 اهداف بتوع الزمالك من ضربات ثابته، يعني خلي بالكم الاهداف بتاعت الزمالك كلها من ضربات ثابته. الجون بتاع الاسوان كان مين اللي جابه؟ حسام عبد المجيد من كورنر. الجون بتاع الداخليه كان محمد عبد الغني برضه من كورنر. الجون بتاع الزمالك النهارده امام بيراميدز برضه من ضربه ثابته، حسام عبد المجيد من كورنر، كلها ضربات ثابته. والغريب، ارجع لي كده بالكاميرا بقى كده معلش، الغريب ان اللي جايب ال3 اجوان بتوع الزمالك في ال4 ماتشات اللي فاتوا لعيبه مدافعين، حسام عبد المجيد جونين بالراس ومحمد عبد الغني جون بالراس، مهاجمين الزمالك ما جابوش حاجه خالص. فدي ارقام تخوف،